السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بعض الناس تواصلوا معايا ان هم بيعملوا ابحاث بتاعتهم بتاعت الدكتوراه والماجستير في علم البيوجيومتري، وان هم عايزين ان اي حد معماري يصمم بيوت يصممها بالبيوجيومتري. فالمهم قعدت اقرا الابحاث اللي بتتكلم في الموضوع دوت رسائل دكتوراه وماجستير، والصراحة استغربت ازاي تم الموافقة على حاجة زي كده. يعني مع كامل الاحترام انا مش هتكلم اسامي حد ولا هغلط في حد، ويعني اليوم كل الاحترام والتقدير، ممكن اكون انا مش فاهم صح، ممكن يكون في نقطة واقعة مني حاجة يعني، بس خلينا نفتح صفحة مؤيدة للعلم دوت ونتناقش فيها، تمام؟ يعني مش هنمسك صفحة معارضة، صفحة بتهاجم، صفحة ليها اغراض، لا، صفحة مؤيدة، ونبدأ ان احنا نشوف القصة دي عاملة ازاي. لان يعني في علوم كتيرة بتبقى علوم مزيفة، يعني واخدة شكل علم لكن لا يمكن قياسها، لا يمكن الاستفادة منها، الأرقام بتاعتها غير حقيقية. تعال نشوف وإيه وعقلك يرجح هل الكلام ده صح ولا غلط. ودي صفحة مؤيدة جدا جدا للكلام دوت بشكل حلو قوي، تمام؟ هو بيقول لك إن إحنا لو حطينا أشكال جيومترية، حطينا مثلا شكل مثلث، شكل مربع، شكل دائري، وإحنا بناكل الدواء، تمام، خلاص هنخف. لو احنا عملنا حاجة اشكال معينة، الشكل نفسه ليه تأثير رهيب جدا. الرموز دي بتستخدم في انها تعالج زي ما كانت فيروس سي، السرطان، يعني السرطان محدش عارف يعالجه دوت، احنا بس ايه، هنرسم على الايد شكل دايرة او شكل مستطيل هتخف لوحديها، تمام؟ طيب هنشوف الكلام، يعني انت عقل الكلام، انا مشيره قدامكم هوت وصفحة تقدر تشوفها وتبدأ تستنتج هل الكلام صح ولا لا. أشكال البيوجيومتري بتستمد طاقتها من التيارات اللي تمر حولنا ثم تركزها على أعضاء محددة بالجسم. الكلام ده كلام مين؟ بص يا سيد الفاضل، هو معتمدين على كلام لتسلا، تمام؟ واو العبقري ده، عبقري أحسن من فرانكلشتاين وأحسن من نيوتن وأحسن من أينشتاين، الكلام الكبير قوي ده. طيب تعال نمسك نيوكلا تسلا، نتكلم عنه كلام سريع وبعد كده نرجع للموضوع دوت. هل تسلا قال الكلام ده؟ بس قالوا ليه؟ خلي بالنا ان في وجهين لتسلا، تمام؟ يعني هو تسلا عمل اعمال حلوه وعمل نظريات حلوه، لكن كانت مستنده على حاجات علميه، وليه كلام كتير قوي غير مستند على حاجات علميه خالص، لاسباب. يعني في اسباب خلت ان هو يتكلم في الكلام بدون اي ادله علميه خالص، فالناس سابت الكلام اللي هو قالوا بعلم وقالوا بتجارب وقالوا بأدلة ومسكت في الكلام اللي هو ليس له أي أساس من الصحة. طيب ليه تسلا قال كلام ليس له أي دليل خالص؟ تسلا ليه كلام في قوة الأهرامات، ليه كلام في الطاقة المجانية للجميع، إن الكون بيبعت لنا طاقة مجانية وحاجات كتير قوي، يعني مخالفة تماما للعلم. يعني هو ليه كلام علمي وإنجازات علمية، لكن هو كان عنده وسواس قهري زائد ان هو كان بيقعد مع بعض الهنود وامن بافكار فلسفيه وحطها كانها نظريات علميه. يعني هو المفروض يفصل بين دي ودي، تمام؟ يعني ما ينفعش ان انا مثلا عندي معتقد ديني معين فاقول ايه احنا هنبني الجامع على شكل كلمه الله فكده كل اللي هيدخل هيخف، تمام؟ لا، يعني ده كلام وده كلام، ما ينفعش اقول ايه واحنا بنبني هنقعد نقول الله 100 مره فالحته تبقى اقوى. طب ده كلام علمي وده ايمان، وانت بتحطهم مع بعض في بوتقه واحده بتعمل مشكله. تسلا كان ليه بعض الافكار تصادمت مع العلم، تصادمت مع النظريه بتاعه اينشتاين، وهاجم النظريه النسبيه وقال ان هي شكلها حلو بتعجب الغوغاء وبتعجب العامه، نسق رياضي رائع بيسحر الناس لكن ليس لها اساس من الصحه، وشبهها بان هي عامله زي واحد متسول ولابس حاجه شكلها لون ارجواني فالناس معتقده انها حاجه حلوه، انما النظريه النسبيه دي ليس لها اي سبيل في الصحه. وقال ان الكون لا يمكن يكون فيه انحناء، لان ما ان انت تقول ان الكون ليه خصائص ده كفر او ده حاجه يعني غير منطقيه. وبيقول يعني هاجم النظريه النسبيه اللي خلال 100 سنه اللي فاتوا اثبتت صحتها، وهاجم نظريات كتيرة جدا، منها مثلا نظرية قال ان مفيش حاجة اسمها النواة والحاجات ديت، وان مفيش حاجة اسمها انشقاق نووي ومستحيل. هو مات قبل انفجار القنبلة النووية بسنتين، فلو كان عاش سنتين ما كانش عارف هيغير اراءه ولا لا.
وكان مؤمن بنظريه اسمها نظريه الاسير، هي مرتبطه بكل الكلام اللي بيتقال دوت، ان الكون ده فيه وسط من شيء هو سبب في سرعان موجات الضوء في الفراغ بين الشمس والارض. لان قبل نظريه النسبيه العلماء قالوا ان الضوء لازم يمشي في وسط ما، زي لان هو موجه زي موجات البحر، والموجه هي تهتز في الوسط. لكن التجارب اللي تم اثباتها سنه 1886 لادوارد مارلي والبرت ميكلسون بتثبت خطا نظريه النسير، وبعد كده النظريه النسبيه اثبتت خطا نظريه النسير الاسير. ورغم ذلك هو فضل مصر على الاراء بتاعته. هو كان عنده وسواس قهري، يعني كان اي حاجه عنده لازم تبقى 3 6 9، ده يعني من اعراض المرض. وكان مثلا اللي لازم قبل ما يدخل اي مكان يلف حوالي 3 مرات، واي عدد الفوط اللي عنده لازم يقبل الاسم على 3، واي مكان يقعد فيه لازم يقبل الاسم على 3. فكان ليه نظريات كتير غلط، هو مش كل حاجه كان بيقوله صح. احنا بقى مسكنا في الحاجه اللي غلط وقلنا لا هي دي الصح، وهي دي العلم، هو ده العلم اللي ما حدش عنده العلم ده خالص. وطبعا تسلا معروف ان هو عمل حاجات في الكهرباء، لكن هو فضل طول حياته مش مقتنع في الالكترونيات اللي هي بتصنع التيار الكهربائي. كان مصر ان الذرات دي هي اصغر لبنات بناء الكون، ما فيش حاجه اصغر منها. وهو كان مؤمن بحاجات خرافيه اسمها السجلات الاكاشيه والاسير، ان في قوه اسمها البرانه. كل الحاجات دي افكار هنديه ما لناش دعوه بيها خالص، دي حاجات في البوذية والهندسية. في حاجة اسمها السجلات الأكاشية، دي مستودع كل فكرة وكلمة وعمل لكل كائن حي على وجه الأرض في الماضي والحاضر، وده اسمه كتاب الحياة. وده المؤمن بها الرهبان التقيل، يعني في حاجة اسمها أكاشا، وانت لو ركزت وعنده اعتقاد بأن الكون ده تقع بره اسمها البرانة، فبيقول لك ان لو حد قريب يتأذى انا كمان لازم اتأذى بنفس المشاعر. فاحنا عندنا طاقة بتمشي فينا كلنا، لو انا عورت نفسي اخويا هو اللي هيحس بالالم. فكان ليه افكار احنا بقى ماسكين فيها، يعني افكار عجيبة هو احنا لسه ماسكين بيها. فتقدر تقول انها اقرب لتأملات دينية مش لنظريات الحس، ومداش اي دليل علمي على الطاقة المجانية للكون او شعاع الموت او قوة الاهرامات. كل الكلام ده اللي الناس مسكت فيه ده تسلا قال. طيب من ضمن الحاجات اللي تسلا كان بيقولها وكان مقتنع بها تماما اللي هو تنقية الجنس البشري، دي نظرية خطيرة، دي اللي عملت النازية، دي اللي عملت هتلر، اللي هي ايه؟ ان في دول اوروبية بتعقم المجرم والمجنون على اساس لا احنا عايزين بقى نعقم اي حد مش هو ده احسن ناس، احنا نركز بس اللي يتناسلوا اللي هم افضل ناس، اللي هم عندهم اي مشاكل عقلية او جسدية او عنده ايدين مثلا او كده، عنده اي اصابة، لا ده ما ينفعش ان هو يخلف ولازم ان احنا نعقمه. ده كلام يعني كان وقتها الناس تقبلته تسلا قال، فخلاص بقى تسلا قال يبقى 100 100 صح. فده وفر امكانيه ان احنا نقتل المعاقين والمرضى او نخصيهم عشان هم ما يتناسلوش. دي في افكار نازيه وفاشيه وافكار رهيبه جدا. من ضمن الحاجات برضو بتاعت تسلا عشان برضو نفهم ان هو راجل ذكي جدا، بس كان عنده مشاكل، احنا ماسكين في المشاكل. هو كان مقتنع مثلا بحكاية ظاهرة الإسقاط النجمي، إن الإنسان جسمه بيسرق الروح شوية، والروح دي بتروح أماكن تانية وتيجي. الكلام ليه تأملات فلسفية مينفعش إن احنا نقيسه بالطاقة وبالذرة ونقعد نحاول إن احنا نفسر بيها حاجات فيزيائية. هو مجابش أي دليل، يعني هو قال الكلام دوت بدون أي دليل، بالعكس العلم بيثبت إن دي يعني مش حقيقية وحاجات زي كده. هو علم الاعصاب المعاصر بيقول ان الظاهره دي مش سفر حقيقي، ده شعور متوهم. فدي فكره ان حد يستدل بالكلام ده من كلام تسلا. بص بقى هنشوف مع بعض بيت الكلام، احنا خدنا بس ايه نبذه عن تسلا، لان نعرف ان كل ما حد يقولك لا ده تسلا يا عم ماشي تسلا علينا وعرسنا، والاسامي اللي موجوده هنا لها كل احترام والتقدير، ما اتكلمش عن حد فيهم ولا لقيناها بشكل شخصي، احنا بنتكلم على الفكره نفسها. تمام. طيب تعالى بقى نبص كده على الرسومات اللي رسمها عشان لو حد عايز يرسم. لو انت عندك مشكله في الذراع واليدين والكتفين ارسم بس الشكل ده وانت هتخف، هتعمل وشم كده. عندك ضغط دم ارسم دي هتخف. وطبعا زي يعني حاجه مميزه في حاجات النصب، ان هتلاقي الحاجات دي على الامازون باسعار غاليه. يعني يقول لك ايه العلاج بعسل النحل مثلا، تمام، ويقول لك ما العسل في العادي ده ما ينفعش، لازم تشتري من عندنا الكيلو عسل ب 5000 جنيه.
وكان في دكتور برضو كان الاعشاب الطبيعيه، الاعشاب الطبيعيه والناس كلها بدات تنهمر عليه. طب الكركم بكذا، كان الكركم ده مش موجود في اي محلات، لازم تشتري من عنده هو عشان تخف. تمام، الاوعيه الدمويه دي الرسمه بتاعتها عشان تخف. تمام، طبعا الرسومات دي برضو موجوده في العباره، ممكن نعملها فيديو مستقل بذاتها. ان انا لو عملت مستودع على شكل هرمي، تمام، المحصول اللي فيه عمره ما يبوظ. يعني ان انت لو عملت على شكل هرم وسبت السكينه هي تتسنى لوحديها، لو سبت اكل لمده كذا شهر مش هيحصل له حاجه، لمجرد ان انت عملت الحاجه اللي بتخزن فيها على شكل هرم. انا اشتغلت كتير في مخازن، يعني اشتغلت في بنا مخازن كتيره ما كانش ليها الشكل ده. لو فعلا موضوع الشكل الهرمي ده حقيقي، وان انت لما تحطه كده هو بيجمع طاقه الكون وتبقى موجوده وتحفظ الاكل، كان زمان ما حدش بنى مستودعات او ما حدش بنى مخازن غير بشكل الهرمي دوت. تمام، اهي علاج الاكتئاب، ناس كتير عايزه علاج اكتئاب، ارسم بس كده وانت الاكتئاب بتاعك هيخف على طول. حرق اليد، عندك حرق يد ارسم الرسمه دي هتخف. وبيقول لك ارسم من هنا من هنا، يعني ما ترسمش من هنا لهنا، لا ارسمها من اليمين للشمال بالشكل دوت عشان يبقى لها علاج. لو رسمتها بالعكس مش هتخف. العصب الحاجز اهو، تمام، علاج الكبد، علاج الركب والارجل، علاج البثور وحب الشباب، خراج الجلد، علاج المعده. الرسم ده يعالج لك مشاكل الجلد. يا سلام، ده احنا نقفل المستشفيات بقى على كده ونقعد نرسم الاشكال العجيبه دي. الجيوب الانفيه تقريبا دي الانف ودي العينين. العجيب ان انت بتلاقي ناس يعني ذكائها عالي جدا ومقتنع بالكلام دوت. تمام، بيقول لك ارسم الشكل دوت يفعل تفتيت الطاقه السلبيه، زي اللي كانت طلعت بتقول ايوه، بتبدا بقى الناس بقى من هنا يقول لك اشتري السلسله دي، وهي دي بقى هتوازن طاقه اليان واليانج، الابيض والاسود، الشعر بتاع كونغ فو. فيا اخوانا يعني اللي ضايقني ان هو بدا يقول لك ايه، هنستخدم بقى ايات الله الحسنى، اسم كذا 55 مره هيعالج لك من السرطان، اسم كذا هيعالج من فيروس سي. يا اخوانا يعني اقرا قران، لان مفيش حاجه في السنه بتقول لنا رقم معين او كذا. الصح ان انت بتقول يا رب اشفني، يا شافي اشفني، يعني ما فيش تكلف في الموضوع، ما فيش رقم معين، ما فيش الزام بحاجه معينه. تمام، لان جبتها منين؟ جربتها ونفعت؟ ما فيش حاجه ما جربتها ونفعت. تمام، ف يعني من ضمن الحاجات الظريفه اللي ضحكتني قوي، بص، السجاير لا تضر مع تطبيقات العلاج بالطاقه. يعني بيقول لك ايه، هعمل لك فازه معينه، حط بس السجاره فيها دقيقتين وشيلها، خلاص انا شلت لك الطاقه السلبيه اللي في السجاير وشلت لك كل المواد السيئه وتقدر تشربها بدون اي مشاكل خالص. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الفيديو موجود على النت تقدر تدور عليه، وده موقع من المواقع، يعني الحاجات اللي انا ما عرضتش حاجه من الناس اللي بتعارض، لا الناس اللي بقيت. ده برضو فيديو اشكال معينه بتقول طاقه ايجابيه تخليك تخف وتخلي الامراض تبعد عنك والحاجات دي كلها. احنا لو بنينا المباني بتاعتنا باشكال معينه ورسمنا شويه اشكال كده معينه، مش هيبقى في مشاكل زوجيه، ومش هيبقى في مشاكل بين الاولاد، وكل المشاكل هتتشال. الكلام ده يعني في الديانات اللي هي الهنديه والحاجات دي، انا اشتغلت مع هنود كتير فعارف الافكار ديت. تمام، يعني حتى ان هو ما بيسميش ابنه باسم غير لما يروح للراهب وبعد ما يتولد بشهر والراهب يقول له سميه كذا، ده هيبقى يوم سعدك ومناك وحاجات زي كده. تمام، انا مش عايز بس اشغل فيديو، لكن الفيديوهات موجوده على النت نفس الاسم. انا مش عايز بص شغال لك واحده صغيره كده زي اريال تلفزيون يلقط موجه معينه، بس هو ما بيلقطش الموجه اللي بره، هو بيلقط الموجه اللي جوه الانسان وبيسترها في حسيته وبيطلع بيها كده. انت اعمل كده، هات البتاع دي واقعد اعمل كده، هيجمع لك الطاقه بتاعت الكون وهتبقى سوبر مان. الله المستعان. تمام، فيعني سبحان الله، انا يعني رساله دكتوراه ماجستير في ايه بس؟ يعني الكلام ده كله المفروض يبقى الرساله بتاعتك نقد، لا ده هو بيحاول ان هو يثبت ببعض الحاجات، يخلط الاوهام بتاعت تسلا بحاجات حقيقيه ويقول لك هنجيب جهاز كذا عشان يقيس مش يقيس وحاجات زي كده. فالله المستعان، ان شاء الله نحاول يعني ايه نكمل في توضيح الموضوع من غير ما نتهم حد بحاجه سيئه او من غير ما نغلط في حد. ان شاء الله، السلام عليكم.